وحد الدايم اصحى يا نسان وحد الرحمن ضلني دايما واقف يلا ساس يلا ساس يلا ساس لو ترفع لي سلاح انا مش خايف يلا ساس يلا ساس يلا ساس لو كسر جاي راح ضلني دايما واقف يلا ساس يلا ساس يلا ساس لو ترفع لي سلاح انا مش خايف يلا ساس يلا ساس يو سلام سامح زكوت فات بي كمان حرب بربط بين الشرق بربط بين الشرق والغرب حرب سلمية المايك داوي الضرب مع كل الاستهتار الي دايما بضلني صلب صح انو الرب مركب من ثلاث احرف بس كل حرب وال يا ورد ايش بيضر يسوي بيد كل ميم ميم احلى سلاح نووي حياتنا صعبة فيه طول حياتي بقدر اروي انوي Hip hop for me is a way of life. Hip hop for me is other definition for hope. My lyrics and my songs talks about life in the Middle East, politics, war, peace, love, hate, rage. I use my music as a weapon. My rhymes are my bullets and my music is my M16. Hip-hop will be the best way to express myself, my people, in dignity and respect, and show the world that music can change and music can give people hope. من يوم ما وعيت عالدنيا والحال مش عم يتغير بقولوا عالرملاوي انه ضايع ماشي في الشوارع وصايع سموم بايع للعنف راكع لأمه رادع غيره مش سامع مستعبر مش نافع وشعبه خادع إذا وصل جيل 30 إشي عظيم لأنه شاب بجيل بيكون سنين يتيم برصاص حكومة لا من رصاص إخواتي القهروني في حياتي الرملاوي قميته ناسي